فانطلق الشوط السابع للبكار المشتركات. المركز الأول في الصدارة في المقدمة مع ندى عبيد بن علي السناري، وثانيا مع اختبار حمد بن فرج بن دلموك، وثالثا اللي تغيرت إلى المركز الثاني الجزيرة عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري، ورابع المراكز من جانب الأيمن حامل رقم 8 مشتاقة ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري، وخامسا مع دلائل للسيد محمد بن فهد بن سعيد الخديعة. يا مصورنا روح بالصدارة، روح مع السناري، روح مع شعار الإنجازات. يا سلام. وبنت الموق مع اختبار حمد فرج بنت الموق، شعار مرعب وشعار صاحبة السيف. نعم يا سلام. بنت الموق مع اختبار حمد بن فرج بنت الموق، يا الله بنت الموق فالك التوهيق بنت الموق. يا سلام. وما قصر اليوم، ما قصر اليوم، رمزين سجلها مع مرعب ومع اعطوني اسمها خيال. نعم خيال، وأدت العرض الخيال، وثانيا مع ندى عبيد بن علي السناري، وثالثا ورأسها في علامة الجودة مع مشتاقة ناصر بن علي، ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري. يا سلام من ثلاب، الله، ولكن روح الصدارة، روح مع بن دلموك. اختبار، تعلن الاختبار، سلام يا اختبار حمد بن فرج بن دلموك، والسناري مع ندى، يا ندى عبيد بن علي السناري، ولكن بن دلموك شوف يا بن دلموك شوف، ارى مشتاقة ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري. يا سلام، راسه في علامة الجودة، الله، مزعفرة في تستاهل الزعفران، ولكن اختبار يا سلام، أتت العرض الجميل إلى صدارة حمد بن فرج بن دلموك، يستاهل بن دلموك اختبار. يا سلام يا اختبار حمد بن فرج بن دلموك إلى الصدارة إلى المقدمة، وكما نهني إخوانه والمضمر الكبير علي بن فرج بن دلموك ومحمد بن فرج بن دلموك وأيضا صالح بن فرج بن دلموك. يا سلام بن دلموك مع اختبار وثالث نقطة سجلها في مهرجان جروب هجين الشحانية. سلامي بن دلموك، سلام، وسلام الاختبار، سلام للسيد حمد بن فرج بن دلموك، ينتزع المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة، والمركز الثاني لما كسرت ندى عبيد بن علي السناري أو مشتاقة ناصر بن علي بن ثلاب، وثالثا شعار بن جرحب مع الدوحة جاب بن علي بن جرحب. توقيت الزمني 3 دقائق و6 ثواني 92 جزء من الثانية.